وبعث عهد البلاد المفدى حفظه الله برقية تهنئة إلى سعادة النقيب الشيخ عبد الله بن خليفة بن أحمد آل خليفة رئيس نادي الرفاعة الشرقي، وذلك بمناسبة فوزه بالمركز الأول في بطولة أقوى رجل بحريني في فئة الوزن المتوسط في منافسات بطولة أقوى رجل بحريني. وأشاد عهد البلاد المفدى بما أبداه الشيخ عبد الله بن خليفة من مستوى مشرف ولياقة عالية وإصرار على الفوز، متمنيا جلالة له دوام التوفيق في البطولات والمحافل الرياضية القادمة. كما بعث أهل البلاد المفدى حفظه الله برقية تهنئة إلى المتسابق عماد حسين القفاص بمناسبة فوزه بالمركز الأول في بطولة أقوى رجل بحريني في فئة الوزن الثقيل، مشيدا جلالته بالمستوى المتميز الذي أبداه المتسابق، متمنيا جلالته له دوام التوفيق في مشاركاته بالبطولات والمحافل الرياضية القادمة.